السلام عليكم ورحمة الله. تستمر الضربات الموجعة التي ينفذها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جميع الجبهات المشتعلة، وتتكبد الميليشيات الحوثية خسائر في العتاد والأرواح كل يوم، وتفقد السيطرة على الكثير من المناطق. أمام مستجدات المعارك بين القوات الشرعية والميليشيات الحوثية، فما مستجدات المعارك بين القوات الشرعية والميليشيات الحوثية، وكيف نجح أبطال الجيش الوطني في دحر الميليشيات الحوثية في البيضاء واستعادة العديد من المواقع في ناطع وغيرها، وما طبيعة المعارك الدائرة في الساحل الغربي في الحديدة، وماذا عن معارك الجيش الوطني في مديرية برط في الجوف، وما الذي حققه رجال الجيش والمقاومة بجبهة كرش؟ هذه الجبهات وغيرها ناقشها في عنواننا لهذه الليلة، معارك الجبهات المشتعلة في البيضاء والجوف والساحل الغربي ومستجداتها، مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ صالح العمري الأمين العام المساعد عضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية، أحد وجهاء محافظة البيضاء. الشيخ صالح، أهلا وسهلا بك، حياك الله، سعيدين أن تكون معنا. سيكون معنا الحديث حول هذا الموضوع أيضا قيادة ألوية وقيادة مقاومة من الميدان يطلعون على الأحداث، العميد صالح عبد رب المنصوري قائد اللواء 173 في ناطع أو من ناطع، أحمد المصعب القيادي بالمقاومة الشعبية ببيحان شبوة وهو أيضا متواجد في البيضاء، والعميد أحمد الكوكباني قائد لواء صقور تهامة من الساحل الغربي، وصالح القطيبي نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيحدثنا أيضا عن جبهة الجوف، وكذلك سيكون معنا متحدث آخر أيضا عن جبهة كرش ولحج بالتحديد. إذن هؤلاء وضيف الكريم سنناقش هذا الموضوع، وسنحاول أن نطلع المشاهد ونستطلع من خلالهم أيضا على مستجدات المعارك وطبيعة ما تحقق خلال هذا الأسبوع. شيخ صالح، سنذهب أولا لمتابعة هذا التقرير. طيب، نتابع سويا مشاهدينا. وأسبوع آخر من أسابيع الملحمة، ملحمة الصمود اليمني في وجه الفاشية الميليشياوية الإيرانية التي التهمت ذات تاريخ أسود مؤسسات الدولة وأوشكت أن تلتهم كل جغرافيا الوطن، غير أنه ورغم السواد الممتد بسرعة بقيت بقاع ضوء بددت ظلمات الميليشيا ومثلت منطلق مقاومة ثم نواة جيش بات أبرز مكتسبات المرحلة. جيش وطني خاض هذا الأسبوع مزيدا من معارك الكرامة على درب استعادة الدولة، إذ أطلق الجيش في البيضاء مطلع الأسبوع عملية عسكرية واسعة تمكن خلالها من السيطرة على مواقع جديدة وصولا للسيطرة النارية على منطقة فضحة الاستراتيجية التي تعد من أهم الأماكن التي تتحصن فيها الميليشيات الحوثية. انهيار الميليشيا في البيضاء يتزامن مع هلع أصابها في كهفها الأول بصعدة جراء انتصارات الجيش الوطني المستمرة وانهيارات الميليشيا المتواصلة. وبحسب مصادر ميدانية، فقد استنجد زعيم الميليشيا بزعامات قبلية للدفع بمزيد من المغرر بهم إلى محرقة الموت، فيما يتولى خبراء إيرانيون إعادة ترتيب الوضع القتالي للميليشيا تفاديا للانهيار الوشيك. ووفقا لقائد محور صعدة، فالاستعدادات والتحضيرات للمعركة النهائية انتهت ويبقى تحديد ساعة الصفر. العميد عبيد الأثلة أكد أيضا أن التحام جبهات صعدة مع الجوف والجوف مع صنعاء سوف يشكل بوابة العبور إلى عمران ومنها إلى العاصمة. كحال الميليشيا في صعدة، تتواصل خسائرها على مشارف صنعاء بنهم. وفقا لإحصائيات الميليشيا ذاتها، فقد سقط خلال محاولتها السيطرة على مواقع الجيش الأيام الماضية 60 قتيلا وجريحا من قياداتها الميدانية، وهو ما يجعلها الخسارة الأكبر التي تتكبدها الميليشيا خلال مدة وجيزة. الجوف والضالع والساحل الغربي جميعها كانت حاضرة أيضا في سجل أسبوع آخر من أسابيع معركة الحرية والكرامة. أما تعز التي يواصل أبطالها صد هجمات الميليشيا، فخرج أبناؤها للمطالبة باستكمال التحرير، وهو مطلب لا تنتظره تعز وحدها بل ينتظره اليمن الكبير.
شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. أجدد ترحيبي مشاهدينا بضيفي هنا في الاستوديو الشيخ صالح العمري، عضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية، أحد وجهاء محافظة البيضاء. أهلا وسهلا بك شيخ صالح. حياك الله وعافاك. كالمعتاد ربما كل خميس نحاول أن نسلط الضوء على الجبهات وحصاد الأسبوع ما لم يكن هناك مستجد نناقشه، وبالتالي اليوم الجبهة، جبهة البيضاء، تتصدر المشهد. أحداثها خلال هذا الأسبوع كبيرة وجسيمة وقوية، والانتصارات تثلق الصدر كما يقال. إذن عن جبهة ناطع ربما سنبدأ، طبيعة هذه الجبهة والمعارك التي دارت حسب معلوماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن ما حصل في خاصة بالأمس في جبهة ناطع سرنا كثيرا وأسعدنا كثيرا بشكل عام في جميع الجبهات، هناك تقدم وانتصارات، أما بالأخص في جبهة ناطع في أمس فكان تقدم وانهيار في صفوفات الإنقلابيين وميليشيات الإنقلاب، وحصل التقدم في حدود 5 كيلو. حتى المساحة التي تم السيطرة عليها خلال 5 كيلو تقريبا، وهذه مناطق كلها مهمة، راس باعرف والحديدة والأعواج والمقطن، وحتى يعني كان التقدم من المركوزة إلى محاد حدود فضحة اللي حدود الملاجم تبدأ هذا. وعندما نتكلم عن حدود الملاجم فالأمر يعتبر صعب جدا على الميليشيات الحوثية، فالوصول الجيش الوطني إلى منطقة عفار اللي هي مركز مديرية الملاجم والخط الرابط بين صنعاء والبيضاء، فمعناه أن الانهيار التام للحوثيين في المناطق التي داخل، لأنه سينقطع الإمدادات عنهم وسيصبحوا محاصرين في مناطق الطفة وذي ناعم والحميقان الزاهر والصومعة ومدينة البيضاء ومكيس، كل المناطق هذه إذا تم وصول الجيش الوطني إلى منطقة عفار الخط الرابط بين صنعاء والبيضاء فهي نهاية الحوثيين بإذن الله عز وجل، وستكون التكلفة قليلة جدا جدا جدا. منطقة عفار كأنها تقسيم البيضاء إلى قسمين شمالي وجنوبي تقريبا. أي نعم، وصول إلى منطقة عفار سيكون على اليمين، هناك مناطق في البيضاء، ولا أعتبر بل هي الأكثر ستكون في المنطقة، ليس نصفين، الأكثر في المنطقة الجهة المناطق الجنوبية أو الجنوب اليمن التي ستكون أشبه محاصرة. أي نعم، رغم أنه بإمكان الحوثيين أن يصنعوا خطوط إمداد. لا ما في، لا يمكن، هناك مساحة طويلة. لا 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 يمكن، لن يستطيعوا مناطق وعرة ولن يستطيعوا يعني أن يصنعوا طرق أخرى. أي نعم، وهنا تأتي أهمية. أي نعم، وهذه تأتي أهمية الوصول إلى هذه المنطقة وهي عفار أصلا. فنحن نأمل وأملنا بالله سبحانه أولا وأخيرا، وكذلك بالتحالف وأبناء الجيش الوطني والمقاومين، أن عندهم القدرة بإذن الله إلى الوصول إلى هذا في أقرب وقت بإذن الله. طيب اسمح لنا من الميدان أن يكون معنا العميد صالح عبد رب المنصوري قائد اللواء 173 من ناطع. سعادة اللواء، سعادة العميد عبد ربه، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. حياكم الله. نحن هنا مع الشيخ صالح العمري، عضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية، أحد وجهاء محافظة البيضاء، نناقش جبهات متعددة ومختلفة وحصادها خلال هذا الأسبوع، وكانت البداية مع جبهة البيضاء وبالتحديد جبهة ناطع فيها والمعارك التي دارت خلال هذا الأسبوع. أطلعنا واشرح لنا ما تم خلال هذا الأسبوع وصولا إلى الأوضاع الآن. نشكركم على هذا الاستضافة. طبعا جبهة ناطع هي جزء من البيضاء، تدور في جبال على الشاهد الذي لم يصل إليها الإعلام إلا بالصوت النادر. منذ شهرين في هذا الأسبوع تدور معارك ذوية مع التحطيمات للعدو في الظهر وفضحة. بفضل الله تم اقتراب ما يعتبره الحوثي سد المنيع امام البيضاء من ميمنة الظهر ومن الوسط، و اصيب صدمة لانه يعيش في حالة ضرور بأكاذيبة. وبفضل الله يعني الجبهة هذه تتقدم بفضل الله، ثم بفضل دعم الأخ الرئيس والتحالف وعلى رؤوسهم صقور الجو الذي دائما يسندوا ويحبوا ويلحقون
الضربات الموجعة بالعدو. فالأمور نقول بإذن الله يعني تسير بالاتجاه الصح والعدو يتلقى ضربات أكثر من كثير. طيب سعادة العميد صالح عبد الربو، فيما يتعلق بالأماكن التي تم السيطرة عليها، طبيعتها، سلسلة جبلية مثلا، أهميتها، واقع الجيش الآن ما بعدها، حدثنا عن هذا أيضا. أهميتها أنها تأتي للعدو من الجهة الشرقية الذي كان العدو يعتبر نفسه آمن منها، وتم التعاون من مقاومة البيضاء مديرية ناطع مقاومة طال العريس تعاون كبير. والأهمية أنه المنطقة هذه فضحة والظهر كانت تمثل استراتيجية الدفاع الأقوى للبيضاء، لأن وراءها أماكن نقاط وتفرقع شحاب دليلها، وكان هذا الموضع من حيث الاستراتيجية أنه لا كان لا زال يحدد جنيات بيحان ونعمان وناطع. التخلص من هذا المكان يعتبر انهاء الاستراتيجيه الاولى للحوث في البيضاء، ويصبح الباب على مصراعيه لتحرك جميع الجبهات بطريقه سلسه وسهله عبر الطرق الاسفلتي والطرق المشدده. عمليات بطبيعتها تجري في جبال وعره وشاهده، ولكن بفضل الله ثم بفضل الاصطام دين من المقاتلين يتم الحاد الهزائم، كل الهزائم بالحوثي. والموقع الاستراتيجي تم اقتراضه، وان شاء الله خلال ايام قادمه يتم الانتهاء منه، ونتوجه مع ابناء البيضاء للتخلص من ما بقي من شواذيم الحوثي. اشرت سعاده العميد الى جميع الجبهات وانها ستتحرك، يعني نحن نتحدثنا عن جبهه واحده مثلا في ناطع ام عده جبهات موجوده في هذه، ام تقصد جبهات في اماكن اخرى؟ لا، احنا والله اول حاجه منقطعين على الاتصال والاعلام، ولا نعلم باي جبهه في هذا المحور او في هذا الاتجاه تداخل بتاتا الا ابناء مديريه ناطع و من أبناء مديرية بيحان وبعض المديريات. ونشكر بالذات عشائر بيحان وأبناء قبائل بيحان الذي لا زالوا يقدموا الشهداء إلى جانب أخوانهم في مديرية ناطع. لا يوجد تحرك حقيقي من أي جبهة من الاتجاهات الأخرى، ولكن أظن أنهم يسيروا على خطى واتفاق مع القيادة الشرعية والتحالف لاقتناص الفرصة المناسبة للانتهاء من المعركة بصورة خاصة. الجبهات الأخرى ربما تؤدي دور المقاومة، والجيش الآن وما تم إمداده وإعداده به يؤدي دور التحرير. طيب الآن يعني هناك حديث على أن الحوثيين الآن ما زالوا يتمركزون في مناطق تعتبر أيضا مهمة واستراتيجية، بعضها معسكرات سابقة، يعني هل هذا أيضا أحد الصعوبات التي تقف أمام استمرار تقدم الجيش الوطني؟ أكيد بالنسبة لطبحة وطر هي تكون أهميتها في موقعها الاستراتيجي العسكري وموقعها الإمدادي القتالي، موقعها الإمدادي القتالي إلى جانب الأشعاب المتمددة فيها والأشجار الكثيفة، فهي الحوثة وتجمع لأفرادهم وتدريب وتوجد فيها مخازنهم وأسلحتهم. وهذه تكمن استراتيجيتها لكونها مطلة على مديريات بيحان ونعمان، وعلى شرقيها مديرية ناطع، وفي خلفها مديرية الملاجم، تسيطر على منطقة الزفلت، وتسيطر على الطرق الفرعية المتبنعة إلى هذه المديريات المحيطة بفضحة وحبار. العميد صالح عبد الرب المنصوري قائد اللواء 173 كنت معنا من ناطع، شكرا جزيلا لك. ناطع في البيضاء. أعود إلى الشيخ صالح العمري أحد وجهاء محافظة البيضاء وعضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية. إذا استمعت إلى ما قاله العميد عبد الرب المنصوري عن طبيعة المعركة، يعني ما الذي تريد أن تعلق عليه مثلا؟
أشكر العميد عبد الرب المنصوري وكل الأبطال اللي موجودين في هذه الجبهات، والحقيقة أكثر مما يسعدنا أن أبناء بيحان ومراد والمناطق الأخرى أنهم في مقدمة الصفوف، وأني أناشد إخواننا من أبناء المناطق المجاورة من أهل البيضاء آل عواض والملاجم وبني واهب والغنيم والسواد وكل المناطق التي حول هذه الجبهة أن يساندوا إخوانهم في هذه الجبهة، وخاصة في المناطق التي ليس لديها جبهات مفتوحة أمام الحوثي أو مع الحوثي، فعليهم أن يدعموا هذه الجبهة ويرفدوها بالشباب والمقاتلين، وهذه فرصة أصلا. وكذلك أنا لا نلومهم، فهم قد تكون هناك بعض الموانع، لكن ما دام قد وصلوا إخواننا أصحاب بيحان ومراد وهذا والجيش الوطني إلى هذه النقطة، فالفرصة أنا أعتبر أنها مواتية وأنت يستغلوها. هذا يعتمد أيضا على الجيش الوطني وعلى فتحه أيضا لمعسكرات لاستقبال هؤلاء القادمين وتدريبهم وتجنيدهم ضمن صفوفه، يعني المسألة يعني تعود إلى قيادة الجيش نفسه. نعم تعود هذا، ولكن أنا متأكد أن قيادة الجيش الوطني والتي موجودة في هذه الجبهة أنهم سيحتضنوا الآخرين مهما كان، هم في حاجة إلى أبناء هذه المناطق ولن يردوا أحد، هذا ظني. وأما الجبهات التي هي مفتوحة أخرى في مناطق أخرى مثلا القيفة ومثل الزاهر ومثل ذي ناعم والحازمية والكيراز، فهذه فرصة أخرى لانشغال العدو بهذه الجبهة لكي يشدوا على العدو في هذه المناطق، وبإذن الله عز وجل إن النصر قريب جدا في عن طريق هذه الجبهة. وهذه الجبهة اليوم أصبحت حقيقة أعطت عزيمة وأعطت الكل في المناطق البيضاء حقيقة، إنه كان العدو والإنقلابيين قد جعلوا الناس تمر بعض الأحيان خاصة المواطنين وعامة الناس في مرحلة اليأس نوعا ما عدم وصول الجيش الوطني، أما بوصول الجيش الوطني إلى مشارف البيضاء وتحريره بعض المديريات فقد أعطى الناس عزيمة وأعطاهم حماس كثير جدا وكبير لكي ينتقلوا اليوم إلى المهمة الأكبر وهي الانضمام إلى الجيش الوطني ومساندته. طيب للمزيد أيضا من تسليط الضوء على جبهة البيضاء، معي القيادي بالمقاومة الشعبية ببيحان من البيضاء ومن ضمن القيادات والجنود المقاتلين هناك في هذه الجبهة، أحمد المصعبي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. حياكم الله أخي الكريم، حيا ضيوفك الكرام. حياك الله. اليوم نسلط الضوء على الجبهات وحصاد أسبوع من المعارك فيها، وجبهة البيضاء تتصدر الواجهة بالمعارك الشرسة التي دارت خلال هذا الأسبوع والانتصارات التي تحققت. ماذا لديك؟ ما الذي جرى خلال هذا الأسبوع؟ إلى أين وصل الجيش الوطني في هذه الجبهة؟ نمسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة أن هذه الجبهة ومنذ انطلاقها في تاريخ 24 ديسمبر 2017 من اتجاه نعمان، وفي تاريخ 27/12 من اتجاه ناطع، وهي تكمل بعد أيام 3 أشهر من القتال العنيف والمعارك المستمرة، حققت نجاحات كبيرة وحررت مساحة جغرافية كبيرة وأثخنت في العدو ولقنت دروس كبيرة جدا، حتى أننا لاحظنا أن العقيدة القتالية لهذا العدو قد انهارت مع هذه الجبهة، طبعا بمساندة الجبهات الأخرى، لكن لاحظنا كثرة الملازم التي تدعوهم إلى الثبات، وهذا يدل على أن جنودهم تخاذلوا. كثرة الأسرى، هناك أكثر من 100 أسير في ناطع وحدها خلال هذه المعارك، قتلهم أيضا بالعشرات، والهروب لاحظنا حالات هروب كثيرة لهم في هذا الجانب، أيضا يهربون ويتركون الذخائر، وهذه ملاحظة عسكرية مهمة، عندما يهرب الجندي والذخائر موجودة والغذاء موجود وكل الخدمات موجودة، فهذا يدل على انهيار في العقيدة القتالية، وهي عقيدة باطلة من أساسها التي قامت عليها هذه الميليشيات. أيضا كثرة الزيارات القيادية، كل مرة تأتي قيادات ويحاولوا يثبتوا هؤلاء المقاتلين، لكن كل هذا باء بالفشل وانهار أمام صمود الأبطال. هذا الأسبوع وحده تحققت فيه كثير من النجاحات، تم تأمين مديرة ناطع بالكامل، لم يعد هناك بإذن الله أي خطر يهدد المواطنين هنا. الجبال التي تحد مديرة ناطع من جهة الغرب التي كان يتمترس فيها العدو تمترس كبير جدا،
تم تحريرها في اليومين الماضيين، وكانت آخرها معركة الأمس التي سطر الجيش الوطني وعلى رأسه قوات محور بيحان ومن معها من القوات الأخرى، سطرت في بطولات عظيمة جدا نشهد لها التاريخ، واستطاعت وأنا بينهم استطاعت هذه القوات أن تطل على الطريق الرئيسي الرابط ما بين بيحان والبيضاء وما بين شبوه البيضاء، وأن هذه الميليشيات لاذت بالفرار، وحتى أن الأطقم العسكرية لم تنتظر الأفراد، فذهب الأفراد هاربين على مشاة على رجلهم بسبب هروب القيادات في الأطقم العسكرية. طيب ابقى معي سعادة أو الأستاذ صالح القطيبي نائب رئيس المركز الإعلامي أحمد المصعب القيادي بالمقاومة الشعبية ببيحان، سأعود إليك، اسمح لي آتي إلى الشيخ صالح العمري. ما ذكره القيادي بالمقاومة الشعبية ببيحان أحمد المصعبي فيما يتعلق بكثرة الأسرى؟ أشار إلى هذه النقطة، الضخ الإعلامي إن صح التعبير أو العقائدي والتعبية القتالية التي تقوم بها الميليشيات مع أفرادها، تركهم للذخائر، ما تعليقك على الحالة التي يعني يعيش هؤلاء رغم أن القتلى كثير الأسرى كثير والمعارك أيضا مستمرة؟ يا أخي الكريم، هذا يدل على أن الانهيار اليوم اللي حاصل في الصفوف الميليشيات أنهم على وشك أو ضرب النهاية، ولولا يعني تجنيدهم للأطفال ودائما تغريرهم على هؤلاء الناس وهؤلاء المساكين كانت حوثي قد انتهى، وكذلك لولا الدعم الخارجي. فالذي حاصل اليوم ومن أول يوم نرى الانهيارات، لكن اليوم الذي حصل من انهيارات أو في خلال اليومين الأخير هذا يدل أنه ما بني على باطل فهو باطل. فاليوم العقيدة التي يجند الحوثي مثلا الأطفال عليها ويجند هؤلاء مثلا، أنا أعتبرهم المغرر بهم، تمام، هم في النهاية أبناء اليمن، وحقيقة يؤلمنا كثيرا أن مثل هؤلاء أن يتم استدراجهم لهذه المعارك التي هي ضد المواطن وضد الوطن وضد الشرعية. وما حصل من أسرى بهذه الأعداد الكبيرة والقتلى والجرحى، لكن الأهم من ذلك وهو الذي أوجه السؤال لهؤلاء المغرر بهم، لماذا أنتم وقود للمعركة؟ وعندما يشتد وطيس المعركة تجد أول الهاربين هؤلاء القيادات. طيب أعود إلى أحمد المصعبي القيادي بالمقاومة الشعبية. أحمد، أشرت إلى كثرة الأسرى، يعني من أي يعني يمكن تصنيفهم من هل هناك أغلبية أو عدد كبير منهم من البيضاء مثلا؟ الأغلبية من محافظة دمار و خاصة مناطق مغرب عنف وبيت الموشكي وعدة مناطق من هذا القبيل. نحن لا نركز على القضية المناطقية في هذا الجانب، نحن نركز على القضية التي أو الحرج الذي تسبب الميليشيات لمشايخ القبائل. نحن نسأل إذا كان لديهم مثلا أنصار من أبناء محافظة البيضاء يقاتلون في صفوفهم، لأنه يعكس هل البيضاء حاضنة لهذه الميليشيات أم طاردة لها. بالنسبة لتصنيف الميليشيات لمحافظة البيضاء بأنها ليست حاضنة وأنها سوف تلحق ببيحان قريبا، وهذا بعض الأسرى اعترفنا بذلك بأن قيادة الميليشيات جاءت إلى دمار وقالت لهم بالحرف الواحد دافعوا عن دمار، أما البيضاء فهي سوف تلحق ببيحان لأنهم على مذهب أهل بيحان وهم على نفس النمط، ويعني بتعبيرهم بيبيعونا، يقولوا بيبيعونا كما باعونا أهل بيحان. هم في الحقيقة هم الذين باعوا قضية الشعب اليمني، وهم الذين تاجرون بقضايا هذا الشعب، وهم الذين سوف يخسرون في النهاية. الحاضنة أنا لا أعتقد أن هناك حاضنة دينية، حتى ربما إلا في مناطق صغيرة جدا، هناك حاضنة الفقر وحاضنة الجهل التي تستغل هذه الميليشيات في كثير من المناطق، وتركز على بعض المناطق اللي تسميها العمق الاستراتيجي لها، وتستخرج منها هؤلاء المقاتلين بالضغط وبالترهيب وبالترغيب. أكثرهم والله لما نسأل يقول جابونا قالوا بيعطوننا آلي وعشرين ألف ريال وثلاثين ألف ريال، وبعضهم جاب الفلوس معه في جيبه يعني ويسلمها يقول هذا الذي جبتنا إلى عندكم. لكنهم في الأخير عندما يسقط القتيل أو الجريح ينهبوا سلاحه ويهربون، والله ما عاد إسعاف وجرحاهم في كثير من المناطق. الجيش قام بإسعاف جرحاهم وقام بمعالجتهم، والكثير منهم سلم نفسه، وهذا اللي تركزنا عليه،
ولا زالت جعبته مليئة بالذخيرة. ليست لديهم قناعة الآن المتواجدون في صفوف الميليشيات، أغلبهم ليست لديه قناعة بالقتال. تجد واحد فقط يثبت في المتارس ويباتل حتى يقتل أو يصاب أو في الأخير يهرب، أما البقية فقد هربوا وتركوه أو سلموا أنفسهم. طيب أحمد، فيما يتعلق بما يتم الحديث عنه من أن هناك حدث انهيار للميليشيات في هذه الجبهة خلال اليومين الماضيين، ما يحدث يعني هل يمكن وصفه بالانهيار بالمصطلح العسكري، الانهيار الكبير الذي لأنه ما يشاهد هو أن الحوثيين صحيح ينهارون من جبهة أو في منطقة معينة، لكنهم يتمترسون بمؤخرتها أو يعني في مركز أو مكان آخر ويعيدون ترتيب أنفسهم وتبدأ جولة من الصراع أيضا والقتال، إلى ماذا يعود ذلك؟ أنا الذي نشاهده في جبهة نافع هناك نمط جديد من القتال اتخذته القوات الشرعية، ربما قد يكون مختلف يعني نوعا ما عن الفترة الماضية، وهو نمط المعارك المستمرة والهجوم المستمر. هذا الأمر لم تتعود عليه الميليشيات، الميليشيات تتعود على معركة وتنتهي وبعدين يتم التحضير لأشهر لمعركة أخرى، فيتلفقت أنفاسها وتعيد ترتيب صفوفها وتخندق وتمترس وتقوم بوضع الألغام والعبوات وغيرها. ما حصل في مديرة نافع مختلف تماما، الجيش يواصل هجماته يوما بعد يوم ساعة بعد ساعة، وكلما تعبت مجموعة جاء مجموعة أخرى وقاموا بالواجب حتى يرتاح زملائهم. هذا التواصل وهذا الضرب، لأن كما يقال السوف يقطع في الحجر، يعني الحبل لما مع طول السنين يفل الحجر، فهؤلاء ما صمدوا أمام هذه الضربات المتتالية. أيضا هناك سند كبير وتفاعل كبير من طيران التحالف مع القوات في مديرية نافع، وآخر هالليلة إحراق عدة أطقم في كانت متجهة لتعزيز الجبهة تم إحراقها فضل الله عز وجل. هذه الضربات المتتالية أوجدت يعني في الجيش الوطني روح معنوية عالية وهمة عالية جدا، لأن المقاتلين يملوا من جلوس، يملوا من انتظار قرار المعركة، يملوا وبعضهم يذهب إلى البيت ويذهب إلى مكان آخر أو ينتقل لجبهة أخرى من حالة الملل. لا يريد الناس ركود، الناس تريد حركة وتقدم، فهذا أوجدت حيوية ونشاط وقوة ومعنوية عالية لدى الجيش الوطني، وأوجدت في المقابل حالة انهيار وضعف وخوف ورعب لدى هذه الميليشيات، فتنهار يوما بعد يوم، لأنهم كلما حس بالجيش تقدم باتجاه أي موقع لهم يعلمون أن الجيش لن يفارق هذه الجبهة ولن يضع السلاح ولن يقف الرصاص حتى يسيطر على هذا الموقع، فينهاروا ويبدأ يتمترسوا في الموقع الذي يليه وينهاروا، وهكذا يستمر ويستمر. أحدث عن جهة 8 كيلو متر عرض الجبهة التي حاولت تحقق فيها الانتصارات، وهذا طول المسافة كله وبعورة الجبال التي بعضها صارت 7 ساعات مشي على القدام، إلا أن الجيش لم يكل ولم يمل وهؤلاء انهاروا فضل الله عز وجل. إذن السر هو في استمرار الجيش في ضرباته وعدم ترك للحوثيين الفرصة لالتقاط أنفاسهم. أحمد المصعبي القيادي بالمقاومة الشعبية ببيحان شبوة كنت معنا من البيضاء، شكرا جزيلا لك. سأستمع إلى تعليق الشيخ صالح العمري أحد وجهاء محافظة البيضاء فيما يتعلق بهذه النقطة، استمرارية الضربات وعدم ترك يعني الحوثيين يلتقطون أنفاسهم ويعيدون ترتيب أوراقهم، يعني هذه هي نقطة الضعف لدى الجيش الوطني، لدرجة أنه هناك يعني محللين يقولون أن التدخلات السياسية الخارجية التي تفرض هدى تأتي لصالح الحوثيين من هذه الزاوية. مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير، نعود من ثم لإكمال حوارينا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ صالح العمري عضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية أحد وجهاء محافظة البيضاء، وكذلك سنكون مع العميد أحمد الكوكباني قائد لواء سقور تهامة لتسليط الضوء على معركة الساحل، وصالح القطيبي نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة، سنسلط الضوء أيضا معه على معركة الجوف وتحديدا برط، وكذلك متصلين آخرين، ابقوا معنا مشاهدينا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا حول الجبهات المشتعلة في البيضاء والجوف والساحل الغربي ومستجداتها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ صالح العمري عضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية وأحد وجهاء محافظة البيضاء، ومع ضيوف آخرين أيضا يكونون معنا عبر الهاتف. يجدد ترحيبي بك شيخ صالح العمري.
فيما يتعلق بالاستمرارية، يعني ما أطال الحرب حتى الآن 3 سنوات، هو التوقف وهدوء المعارك والدخول في هدن، كثيرا ما تصب هذه الأمور لصالح الحوثيين، ما تعلق؟ تعليق على هذا الأمر أن الحوثي ضمن مخطط قذر وجد لليمن، فالذي أمانه ليس الحوثي، ونحن نعرف تماما أن هذه القوة ليس الحوثي، فكلما اشتدت على الحوثي تجد من يدعو إلى التهدئة، ويدعو ممن يتشدق الحوثي أنهم أعداء، ممن يتشدق الحوثي أنهم يحاربهم ويقتل اليمنيين أصلا. فلولا هذه الجهات وهذه الدول وهذه المؤامرات الكبيرة كان الحوثي انتهى من زمن، ولم يصل أصلا إلى صنعاء أساسا، ما كان وصل ولم يخرج حتى من صعدة. ونحن نعرف قوة الحوثي أيام دماج أمام ناس لم يدخلوا معارك أصلا، ولم يعرفوا أصلا السلاح أصلا، وكانوا يقاتلوا بأسلحة شخصية، وكم يعني حدود ما يقارب 3 أشهر لم يستطيع أن يتقدم حتى شبر واحد لولا أيش المفاوضات الهدن. كذلك في الجوف سابق، وأمامه في انكسر في مارب، ولكن ما حصل أنه كانت مؤامرة كبيرة على اليمن، والحوثي اليوم كلما اشتد عليه الخناق وجد من ينقذه ويتراجع ويأخذ نفس أصلا. الأمر الأهم كذلك أنه في المعارك كنا نتمنى ما دام قد حصلت المعركة والدخول في مواجهات أن القرار يكون عسكري ولأهل الميدان ولا يكون القرار سياسي. فالإشكالية أنه عندما يتدخل قرار سياسي مع المسألة اللي في الميدان والقرار العسكري يحصل لهدن، ونعطي دائما الحوثي كل من كسر الحوثي في جبهة أعطيناه فرصة لإعادة ترتيب الصفوف. أما الحوثي اليوم فهو اليوم هيكل من داخل مجوف، اليوم حقيقة ما يحصل نزول، يعني سمعت أنه في البيضة اليوم نزول بعض القيادات إلى القرى، وأن الحوثي وأن أنصار الله جاءوا جالبين للخير لليمن ولكم، هذا يدل على الانهيار التام وعلى زعزعة صفوفهم وعلى يعني الخبر الذي وصل عندهم. وبإذن الله عز وجل قلت لك لو أنه يتم فقط إعطاء الفرصة للجيش الوطني والمقاومة بإذن الله أننا سنرى نتائج تسعد اليمنيين بإذن الله تعالى، وأيضا ستكون نتائج قريبة بإذن الله تعالى وستسعد اليمنيين على كل الأصعدة سياسيا وعسكريا. معي الآن عبر الهاتف من الجوف العميد الركن منصور ثوابة أركان حرب المنطقة العسكرية 6. سعادة العميد أهلا وسهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم جميعا. مرحبا. نتحدث اليوم عن معارك الجبهات المشتعلة في البيضاء، في الجوف، في الساحل الغربي ومستجداتها. ربما يعني هناك أكثر من جبهة تدور وتشتعل مع تحت أقدام الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف، لكن ربما أيضا رأس الحربة فيها الآن تدور على حدود مديرية برد. حدثنا عن هذه الجبهة. حياكم الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا بكم. مرحبا. انت مديرية طرف، بل هي عمق مديرية طرف، الطرف هي تمتد من الأجاشر ومن الغرينين ومن هذه المناطق، يعني حدودها وما حتى حدود المملكة. الآن هم الآن طلاع قوات اللواء الأول حرس حدود في الطهرة من جهة الشمال، ومن جهة شرق في وادي القعرب وادي كلبة وحبش وهذه المناطق. لكن المعركة الآن هي تدور حول معسكر طيبة الاسم. هذا المعسكر هو يعتبر معسكر حدودي بين المحافظتين، بين محافظة صعدة ومحافظة الجوف، ولها أهمية بالنسبة للحوثيين، لها أهمية عندهم منطقة حشد ومنطقة إمداد ومنطقة قوتهم متواجدة في هذا المكان. لكن الآن قوات الأول حرس شبه محاصرة هذا المعسكر من جهة
من جهة الغرب جبال شعير وهذيك المناطق، ومن جهة شرق بين الظاهرة وطلع على طيبة الاسم والمعركة لا زالت مستمرة، وهم أسلحة من دبابة ومن أسلحة متوسطة وخفيفة، ولا زال العمل العسكري مستمر حتى اللحظة. ماذا عن بقية الجبهات في الجوف؟ بقية الجبهات في الجوف في طور الإعداد، ويعني خطط عسكرية نمشي عليها على في المستقبل على أساس لا تكون متزامنة مع هذه، لكن الآن عندنا خطة لا يصعب أن نتكلم بها إلا في وقتها إن شاء الله، وسوف تكون مفاجئة بإذن الله. بإذن الله وبالتوفيق لكم. العميد الركن منصور ثواب أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة، كنت معنا من الجوف، شكرا جزيلا لك. وأعود للشيخ صالح العمري فيما يتعلق يعني تداخل القرار السياسي مع القرار العسكري، بالتالي ربما طبيعة الوضع طبيعة المعركة، وبالأخير العمل العسكري يحتاج إلى أن توجهه القيادة السياسية، لكن أيضا التصريحات دائما ما تصب في أن اليمن لابد أن يكون لها حلا سياسيا، يعني لابد أن يكون الحل في اليمن سياسيا وليس عسكريا، وبالتالي هذه ليست تصريحات مثلا خارجية فقط، بل حتى من قيادات في التحالف ومن قيادات في الشرعية، ما تعليقه؟ تعليقي أنه في النهاية نحن الكل يتمنى أن يكون هناك حل سياسي، وأن يعودوا إلى رشدهم الحوثيين، وأن يفهموا أنهم يدمروا وطنهم، وأنهم يقتلوا أبناء جلدتهم، وأن عليهم الانصياع للشرعية، وأنهم في النهاية منبوذين وغير مقبولين، وأن الشعب اليمني لن يقبل أن يحكم بلغة القوة والسلاح والهمجية خارج نطاق يعني الشرعية. هذا الذي نتمناه. إذا كان الحوثيين يعني سيتجه إلى هذا الطريق فكلنا وإن جنحوا للسن فجنح لها، هم في النهاية يمنيين، لكن في ظل أن الحوثيين لا زالوا يستمدوا قوتهم من إيران ويريدوا أن يكونوا خنجراً مغروس في خاصرة الأمة العربية والإسلامية، فإن هناك لن يجدي مع هؤلاء المجرمين الذين سفكوا دماء الشعب اليمني واستحلوا الحرمات إلا القوة. طيب إذا كانت هذه هي قناعة الغالبية من سواء سياسيين أو غيرهم، لماذا الإصرار على أن يكون الحل سياسي؟ أنا أقول لك حتى الإصرار هو الاستمرار للمدلول الذي تكلمت عنه، يعني السياسيين عندما يقول حل سياسي ليس على ما يريده الحوثي، السياسيين عندما يقولوا، وهذا أصلا الذي ينادي به السياسيين أو عندنا في اليمنيين أو حتى التحالف، الناس لا يريدوا حرب ولا يريدوا سفك دماء، إذا الحوثي سيعود إلى رشده فالناس يريدوا حل سياسي، وسينخرط أصلا الحوثي في يعني على أنه في عملية سياسية بشرط أن يقدم المجرمين لمحاكمات، فالشعب اليمني لن ينسى المجرمين الذين قتل أولادهم والذي يعني رمل النساء ويتم الأطفال، نقول له تعال بعدين شارك في عملية سياسية وانتخابات، هذا غير معقول أصلا. طيب لماذا لا يستمر المسار العسكري في مجاله والمجال والعمل السياسي في مجاله، ما الذي يمنع؟ نحن اليوم لا تنسى أن ضمن مجموعة يعني أولا أصبح اليوم التدخل الخارجي، وكذلك اليوم قضية المصالح وقضية الارتباطات، والحوثية تعلم أنه مرتبط بمحور ووراه يعني دولة داعمة له، ووراه دول تدعم هذه الدولة، ووراه مخطط، قلت لك كما كلمتك في بداية الأمر، فالحوثي أصلا يعني وجد ضمن مخطط كبير لتدمير اليمن. الحوثي كل يعلم قوته وقدرته، وحتى على مستوى أن هذه الموجود اللي عندنا من أشكال كما يقال عنهم إلا هم نمر مفرشة كما يقال عندنا في اليمن، يعني لا عبد الملك ولا علي الحاكم ولا غيره ولا غيره من هؤلاء كلهم أصحاب قرار. من هو صاحب القرار من المخابرات الإيرانية ده اليوم وهي من تديرهم؟ ولا هؤلاء أطفال أصلا إلا أمس، إذا أعطيتها مدرسة لن يستطيع أن يحكم مدرسة أصلا أو يديرها. طيب نستكمل استطلاع أيضا معارك الجبهات المشتعلة في البيضاء والجوف والساحل الغربي ومستجداتها، وفي هذا الإطار معي عبر الهاتف الناشط الإعلامي ومراسل قناة سهيل ناشط تهامة عبد الحفيظ الحطامي. سميل عبد الحفيظ أهلا وسهلا بك.
مساء النور اخي مختار لك ولبيتك الكريم. اهلا وسهلا. طبيعة الأوضاع الحالية في جبهة تهامة، طبعا كان مفترض أن يكون معنا كما قلنا بداية الحلقة العميد أحمد الكوكباني قائد لواء سقور تهامة عبر الهاتف، لكن يعني لم نتمكن من اعتذر في اللحظة الأخيرة، له عذر. أطلعنا أستاذ عبد الحفيظ على ما طبيعة الأوضاع هناك. نعم أخي الكريم، المعركة لا تزال دائرة ومحتدمة، تشارك فيها المقاتلات التحالف التي تقوم باستنزاف ميليشيات الحوثي في عدد من المواقع والمعسكرات التي لا تزال تحتفظ بها الميليشيات، على اعتبار أن محافظة الحضير هي المخزون الاستراتيجي العسكري والمنفذ الوحيد لدخول وتهريب الأسلحة، لأن هناك العديد من منافذ التهريب، وبالتالي المعركة التي ما تزال ناشبة في منطقة الجنوب مدينة الحديدة في مناطق التماس الخوخة التحيطة الجراحي حيش، والمعركة محتدمة تشارك فيها الجيش الوطني والمقاومة الجهادية وكتائب الجرانيق، جميعها منضوية تحت الجيش الوطني. المقاتلات التحالف تقصف التعزيزات وتستهدف المعسكرات، طبعا ميليشيات الحوثي تخبئ الاسلحه في مناطق الحواز وهي منطقه السلاسل الجبليه او السلسله الجبليه الغربيه المحاذيه لتهامه، لان ميليشيات الحوثي تقاتل في منطقه مفتوحه وهي تستخدم الدراجات الناريه في محاولات للتسلل، طبعا هي تستخدم تقاتل قتال الجبهه للاسف الشديد. عندما حرر الجيش مدينه حيث لا تزال ميليشيات الحوثي تقصف من مواقعها في مناطق زراعيه ومزارع في منطقه في مديريه الجراحي وجديد والتحيطه، تقصف مناطق طبعا في الحيث وفي الخوخه وتقتل ابرياء ومدنيين واطفال ونساء، وهناك مناشدات من قبل السكان في مديريتي الخوخه وكذلك حيث من تعرضهم لقصف من بالقذائف الهاون وبالمدفعيه من قبل ميليشيات الحوثي، وهي عادة تقوم باتخاذ أساليب وسياسة العقاب الجماعي بحق أبناء الحديدة. إضافة أخي الكريم، هناك حرب أخرى تشنها ميليشيات الحوثي على أبناء تهامة وهي عملية النهب بالموارد، هناك أيضا العمليات الاختطافات المزارعين في مديرية باجل. أخي الكريم، خلال هذا الأسبوع أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف عدد ما يقارب 12 مزارعا اجبرتهم على دفع من لا يقدر على دفع الاموال النقديه، طلبت منه ان يدفع الابقار والاغنام وكذلك الحبوب. هناك عمليه نهب ممنهجه. اليوم اخي الكريم اصبح محمد علي الحوثي وعلي ابو الحاكم وكذلك محمد البخيتي وغيرهم من قياده الصف الاولى للميليشيات يزورون اتباع الصماد، يزورون تباعا محافظة الحديدة لشراء الفلل ولتأسيس الشركات وللبيع والشراء في العقارات، وهناك سماسرة ستر لهم في هذه المحافظة، بينما أبناء محافظة الحديدة أخي الكريم يسكنون تحت أغلال الجوع والفقر والمرض، أصبحت الناس يبحثون عن الوقود الذي اختفى نهائيا، وللأسف الشديد أصبحت طوابير كبيرة للغاز الذي يصل الى درجه الى سعر الدبه الغاز الواحد ب 10000 ريال، واضطر السكان ان يستخدموا المخلفات البلاستيكيه واستخدموا الحطب والفحم وغيرها من محاوله لانتاج الطعام. اخي الكريم، هناك قصص مؤلمه ومؤسفه يرويها السكان في مدينه الحديده في الريف الاتهامي، الناس استنزفت مدخراتهم، باعوا الذهب خلال الثلاث سنوات العجاف التي تمر بها محافظة الحديدة ويمر بها الوطن قاطبة، نعم، جراء الاتجاه الجانب الاقتصادي، وبالتالي الناس تعيش حالة من البؤس، حالة من الفقر، حالة من المجاعة. هناك مجاعة شاملة قد تجتاح محافظة الحديدة إذا ما استمرت القتال يراوح أشهر أخرى في هذه المحافظة، ولذلك أطلق أبناء محافظة الحديدة وقيادة السلطة المحلية النداء للأمم المتحدة لمجلس الأمن لقوات التحالف للقيادة الشرعية لرئاسة الجمهورية بحسم المعركة في هذه المحافظة، لأن بقائها تراوح في مكانها ولأشهر ستسبب مشكلة وكارثة إنسانية، وهو ما تراهن عليه صراحة ميليشيات الحوثي على الجانب الإنساني.
الناشط الإعلامي وابن تهامة والزميل عبد الحفيظ الحطامي كنت معنا، شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ على كل هذه الإحاطة. الكلمة الأخيرة يا شيخ صالح العمري عضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية وأحد وجهاء محافظة البيضاء، طبيعة المعارك والحوارات السياسية والوضع القائم إلى أي اتجاه يذهب؟ طبيعة الحوارات والوضع السياسي والمواجهات العسكرية في النهاية أننا نقول أن الحوثي عدو نفسه قبل كل شيء، فهو لن ينصت لصوت العدل ولا الحوارات السياسية، ولو كان فيه خير كان من بداية الأمر، فهو كل يوم تتوالى عليه الهزائم، وكل يوم يعني يخسر كثير من قياداته ومن أفراده، وفي النهاية يعني لا يعيل صوت العقل لأنه قراره ليس بيده، هذا واحدة. الأمر الثاني أن الحقيقة التي يعني لكي لا نضبط العزائم، الحمد لله اليوم أكثر يعني محافظات الجمهورية اليمنية أو اليمن الاتحادي القادم أنها اليوم خرجت عن سيطرة يعني الحوثي، أو نتكلم عن قضية نسبة الأراضي يعني مثلا يقارب حدود 8% أو 75% الخارجة عن سيطرة الحوثي، وكل يوم فيه تقدم وكل يوم فيه انهيار، ونحن بإذن الله لن نكل ولن نمل وستنصبر على هذا الوضع القائم، ونشكر التحالف حقيقة لصبرهم وكذلك ما يقومون به وما يفعلوه من أجل اليمن واليمنيين، فهم كذلك يتحملوا العبء الكبير أصلا، وكذلك قيادتنا السياسية المتمثلة بالرئيس عبد الرب منصور حقيقة لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الصمود سواء في الجانب السياسي أو العسكري، والأبطال كذلك في ميادين من قيادات العسكرية ومن اسمها المقاومة وكلا في مكانه، فكلا قائم بعمله وكلا قائم بدوره، والأمور متجهة بإذن الله على خير، ولكن الصبر الصبر وهو حال يعني طبيعة الحال معركة، ولو قارنا أنفسنا مثلا بسوريا أو غيرها لوجدنا أنفسنا يعني أفضل من غيرنا. الشيخ صالح العمري عضو الهيئة العليا لحزب السلم والتنمية أحد وجهاء محافظة البيضاء، شكرا جزيلا لك. حياك الله يا أخي الكريم. شكرا لكل ضيوفي الذين شاركوني هذه الحلقة عبر الهاتف، والذي حاولنا من خلالها أن نعطي نبذة عن معارك الجبهات المشتعلة في البيضاء والجوف والساحل الغربي ومستجداتها. شكرا لكم مشاهدينا، أنتم على المشاهدة والمتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، استودعكم الله.